السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد مع منتج من المنتجات اللبنية اللي معانا ده، راديو ناشونال باناسونيك، بنسميه راديو بحاري متعدد الموجات FM و AM و SW، وفي تايمر 120 دقيقة اهو بتظبط بيه الراديو عشان يشتغل. والراديو دوت GX 600، الموديل بتاعه RF شرطة 1150 بي، RF شرطة 1150 بي، طبعا صنع في اليابان، بيشتغل بالكهرباء والحجارة، ونشوفه مع بعض. This radio is national Panasonic multi band FM and AM and SW GX 600 model RF-1150B RF-1150B made in Japan. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. بتاعتهم بطريقه معينه. وزي ما شفنا الفيديو مع بعض، ان شاء الله نول اعجاب حضراتكم. ده راديو ناشونال باناسونيك متعدد الموجات FM و AM و SW، بيشتغل بيه الكهرباء والحجاره، وبرده في تايمر 120 دقيقه. المفتاح بتاع الفاين تيونينج دوت لما نجيبه مثلا على SW 2 ونحول منه، بيجيب حوالي مكتين او ثلاثه في SW في الفاين تيونينج بس، من غير ما نحول على SW 2. ان شاء الله الفيديو نول اعجاب حضراتكم. وزي ما قلنا الموديل بتاعه RF شرطة 1150B صنع في اليابان. ان شاء الله الفيديو نال اعجاب حضراتكم، ونتقابل في فيديو جديد. شكرا. This radio is national Panasonic model RF-1150B national Panasonic the brand GX 600 made in Japan. Thank you.